يعني كده كنت عايز اتكلم فيها الاول، نبتدي بيها الموضوع ليها علاقه بموضوعنا، موضوع التناقضات في ترتيب اولويات الحياه. يعني انا هضرب مثال من اللي احنا بنشوفه وبنعيشه في حياتنا اليومين دول. تلاقي حمله ناس بيطلقوها متخيل ان لما الناس تقلع الحجاب هتتحل مشاكل المجتمع، يتصدى لها ناس بمنتهى التشنج انه يدافع عن الحجاب لان الحجاب كده بيحافظ على الدين. حاجة فرعية بيسقطوا قصادها حاجات تانية كتيرة جدا في الدين أساسية. تخيل مثلا حضرتك إيه رد فعل المجتمع لو واحد من المشايخ ولا حد من القنوات الفضائية تبنى حملة كبيرة يدعو فيها الناس إنها تتقن العمل، وده من أساسيات الدين، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أو الرفق بالحيوان، ده في ست دخلت النار عشان حبست قطة، أو عدم الكذب، أو شهادة الزور اللي هو من الكبائر، أو أي حاجة من الحاجات الأساسية، حتى احترام القانون، أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. إيه يكون رد الفعل؟ هل حد يتحمس ينطلق للدفاع عن هذه الحملة وتأييدها والتشنج اللي إحنا بنشوفه، بالرغم إن دي أساسيات الدين، هي الأساسيات، المعاملة، محدش يكذب، محدش، وهكذا. عدم الغش يا أخي، ويله للمطففين. مش دي حملة تستحق إنها تتعمل؟ لكن محدش بيجيب سيرتها اصلا، ولو جاب سيرتها محدش هيهتم بيها اصلا، لكن يهتم قوي لو واحد يقول لك اخلع الحجاب ولا ختان الاناث ولا بول الابل ولا زواج الطفله الصغيره، الحاجات اللي هي يعني ارحمونا. الدين مش كده. فترتيب الاولويات، تعرفين السبب؟ الناس اللي قائمين على هذا الشان كل واحد فيهم بيدور على مصلحته، بقت كميه نفاق، كل واحد فيهم عايز يبان انه بيدافع عن الدين ومتحمس، واساسا عايز يجيب الناس تقبل عليه وتتفرج على البرنامج بتاعه وتعمل إعلانات ومكاسب شخصية في الآخر. مأساة هي بقى.